من جديد مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل في كل مكان، هكذا متواصلين معكم لتواصل هذه الانطلاقات وهذه الاشواط الصباحيه في رابع ايام هذا المهرجان السنوي، المهرجان المميز الجميل الذي ياتي بنسخته السابعه هنا في ميدان المرموم تحفه ميادين السباقات، لتعلن على بركات الله وحفظه وتوفيقه انطلاقه شوط جديد هنا شوطنا السابع عشر والذي يحمل بطياته فئه الابكار الاذاع المحليات الاصايل لهجن ابناء القبائل، لتعلن هذه الانطلاقه وتسير هذه الاسماء في البحث ايضا عن هذا الناموس المنتظر. 6 كيلومترات هي المسافه التي قررت لهذا السن الجميل، نتابع البدايه والصداره والمركز الاول، اول المنطلقات مزاج تتقدم بالمركز الاول لمطر بن سهيل اليبهوني الظاهري، يقدم لنا البدايه والصداره، يقدم لنا هنا هذا الاداء الكبير هنا مع المركز الأول هنا بالمركز الأول. مشاهدين الأعزاء تتقدم غالية لمحمد بن حمد بن صالح العامري، من يقدم لنا غالية على المركز الأول، تشارك في هذا المسار وهذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني هنا الوصول والحضور الجميل من الظبي لخليفة بن عبد الله بن سعيد الظاهري، يتقدم بالمركز الثاني. المركز الثالث وصلت مياسة لسعيد بن سليم بن علي العامري، يقدم لنا مياسة على المركز الثالث. المركز الرابع وغيرت إلى المركز الثالث، هذه الظبية لسالم بن مبارك بن نصرة العامري، يقدم لنا الظبية. بينما المركز الخامس وصلت سيوفي القادمة راشد بن محمد بن هويدن الاكتبي قادم، يقدم لنا سيوف. المركز الخامس، المركز السادس وصلت الأسماء، هذه مياسة لمحمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا مياسة المحتلة. المركز السادس، ننتقل إلى المركز السابع، وصلت المركز السابع مياسة لجاسب بن خليفة بن سيف بن جاسب المسافري، شعار بن جاسب حاضر بهذا الأداء المميز والأداء الجميل، راعي ثمين راعي الأسماء المميزة، يتقدم هنا ممثل السوان الدايم سالم بن كاسب بن خليفة المسافري قادم بهذا الأداء الكبير. وتابع أيضا القدوم الوصول أيضا من خلال هذا التقدم، وصلت هنا أيضا مزاج مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري، يقدم لنا مزاج، أول نداء لمزاج الحاضرة بهذا الأداء الكبير هنا في المركز الثامن. المركز التاسع، مرحبا يا جواهر محمد بن حمد بن علي النعيمي. والمركز العاشر، المركز العاشر هنا تتقدم مخيفة لمبارك بن عمهي بن حميد المنصوري، يقدم لنا مخيفة بهذا الأداء الكبير. هذا هو نداؤنا الأول للعشرة النجوم، للعشرة الأسماء المتقدمة. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية، إلى التغيير اللي طرى وجرى بالمركز الأول. غيرت الظبية، انطلقت الظبية مع المركز الأول سالم بن مبارك بن نصرة العامري، من يقدم لنا الظبية على المركز الأول. 3 كيلومترات راحت وبقى لدينا 3 كيلومترات، انتهت المسافة المهمة وبدينا بالمسافة الأهم، بدينا بالإثارة، بدينا بالإثارة. يا سلام يا سلام، المركز الثاني القادمة هنا الواصلة غالية محمد بن حمد بن صالح العامري، ولكن الدخول الهجوم القادم مزاج يا مزاج، وصلت مزاج، أتت هنا لتحضر هنا بهذا الأداء الكبير. هنا شعار اليبهوني مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. المركز الثالث القادمة مياسة لسعيد بن سليم بن علي العامري قادم مع المركز الثالث. ومن الجانب الآخر
آخر. شوفوا هذا التدخل، هذا الحضور، هذا الانطلاق الجميل مشاهدينا الكرام. هذه أيضا التي تقدم هذا الأداء. هنا الجميل مشاهدينا الأعزاء، هنا مخيفة مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري قادم من خلال تقدم مخيفة، بينما الوصول لهذه اللحظات تدخلت هنا أيضا شف لمحمد بن حمد بن محمد الشامسي قادم يقدم لنا شف بهذا الأداء الكبير. تدخلت الأسماء ووصلت هنا أيضا القادمة الواصلة هنا سلهودة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي قادم من الجانب الأيمن، مرحبا بالقادمة زاهية هي الواصلة لسالم بن سعيد بن سهيل الراشدي قادم، والوصول أيضا من هديل لحرام بن راشد بن سيف الأغفلي قادم. يسلم يا سلام، 1800 متر ما بقى عن خط النهاية. القادمة جواهر محمد بن حمد بن علي النعيمي، بدأ الكل يتقدم، بدأ الكل يسير. الناموس لمن؟ الناموس لمن؟ وصل الشعار الموج الأزرق. مياسة مياسة قادمة لكاسب بن خليفة بن سيف بن كاسب المسافري يقدم لنا مياسة، ولكني أرى شعار بن غدير. شعار بن غدير قادم، أول ندى لشعار بن غدير القادم مع هذا الأداء الكبير. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ العد التنازلي من عمر هذا الشوط، لكن العودة إلى الصدارة إلى المقدمة ازدادت أيضا، ازداد حماس هذا الشوط، ازدادت أيضا تحديات هذا الشوط، وبدأنا أيضا بالهبوط تدريجيا نحو الفوز والانتصار. لا زالت بالمركز الأول بالمقدمة الضبية سالم بن مبارك بن نصرة العامري من يقدم الضبية على المركز الأول، ولكن من الجانب الآخر شوف التغيير اللي طرى وجرى، غيرت مخيفة مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري بن عمهي، ولكن عادت من جديد. هنا أيضا تدخل أيضا جديد من الأسماء القادمة، هذه سلهودة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، وأيضا وصلت الراسية لمحمد بن علي بن سعيد اليحافي، وتقدمت أيضا هنا حفلة مبارك بن معنس بن حربي العامري. يسلم الله 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 الله، بدأت الإثارة. 600 متر الأخيرة، جولة الأوامر، حرك يلي بتحرك، حرك اللي بتحرك، وروح اللي بتروح. سلهودة على الصدارة، حمدان بن خليفة بن عبد الله بن ثاني يتقدم النعيمي على الصدارة والبداية. روح يا حمدان. القادمة حفلة مبارك بن معنس بن حربي العامري قادم، والقادمة جود الاخفاق بالصير بن عبد الله المالكي، ولكن حمدان بن خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي الامتار الأخيرة، ولكن جود الغفيق بن صير بن عبد الله المالكي إلى السلطنة السلام، إلى سلطنة عمان. تهانينا وسلام يا للدريس، سلام على هذا الأداء الجميل. جود الغفيق بن صير بن عبد الله المالكي، تهانينا وناموس على هذا الأداء الجميل، وسلام يا للدريس سلام. المركز الثاني كانت هنا مشاهدي العزة حفلة مبارك بن معنس بن حرب العامري. المركز الثالث فزعة حمد بن علي بن سالم الزحمي. المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء لحمدان بن خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي مع سلهوده، والمركز الخامس حلت فيه مخيفه لمبارك بن عمهي بن حميد المنصوري. هكذا كانت النتيجه. التوقيت الزمني 9:13 4 اجزاء من الثانيه توقيت جود للغفيق بن صغير بن عبد الله المالكي. سلام للسلطنه سلام على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني التوقيت الزمني 9:13 و9 اجزاء من الثانيه كانت هناك حفله لمبارك بن معنس بن حرب العامري، بينما من حلت ثالثا المركز الثالث مشاهدين الاعزاء قطعت مسافة السباق هنا 9:15 و3 اجزاء من الثانية توقيت
توقيت مشاهدين الاعزاء سلهودة لحمدان بن خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. هكذا كانت النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. تهانينا وناموس للجميع.